التصبيعات المملحات اللي وعدتينا بهم لاله امل. واخا حنا قادر نحتاجو 150 غرام ديال الزبده. 150 غرام زبده. 150 غرام بيضه وحده. بيضه وحده. نص معلقه صغيره ديال الملحه. صغيره ملحه. ونص معلقه صغيره ديال الزعتر المجفف. نص معلقه زعتر مجفف. زعتر ايه. ونص معلقه صغيره ديال التحميره. التحميره ايه. وشويه ديال الفلفل الاسود. شويه الفلفل الاسود. ايه ايه البزار. ونحتاج كذلك كاس العنبه ديال الزيت. كاس العنبه زيت. ايه. وثلاثه الكيسان كبار، ماشي الكاس ديال العنبه، ثلاثه الكيسان كبار اللي كي اللي فيهم كاس ديال 4 لتر. نعم. ثلاثه ونص ديال الطحين. ثلاثه الكيسان ونص كبار طحين. ايه ديال الطحين. وياغورت طبيعي بلا سكر. في الاول غنخلط الزبده اللي غتكون بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش بارده بزاف، هي والبيض والياغورت نخلطهم مزيان، بعد غنضيف الملح واليبسار والتحميره والزعتر والملحه والزيت كذلك، نخلطهم مزيان وعاد غنبدا نضيف الطحين حتى تكون العجينه. من بعد غناخذ العجينه غنطلقها، نرش شويه ديال الطحين اولا في ورق الطهي، نطلق العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. ونقطعهم على شكل صبيعات يكونوا رقاقين وطوالين. باش كتقطعيهم ب ديك الجراره اللي كنعدو بها الجراره. ايه الذكيه. ايه كنقطعوهم ونعملو صينية بالفرن فيها ورق الزبده، او واخا ما نحتاجوش اننا ندهنوها بالزيت اذا ما كانش متوفر ورق الزبده، حيت فيهم هم الزبده. هذه اللاطه اللي غتوضعيها فيهم ياك. اللاطه 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 تكون مدهونه. ايه لا ماشي بالضروره تكون مدهونه، حيت العجين فيه الزبده. فيه الزبده. اذا كان ورق الطهي نعملوه من الاحسن ورق الطهي. كنحطهم وكنرش عليهم شويه ديال الملحه من فوق، حيت المقادير فيها غير نص معلقه ديال الملحه كتكون ناقصه، اذا ما بغيتوش ترش الملحه من تجيو تدخلوهم الفران تعملوا تقريبا واحد يعني اكثر من نص معلقه باش تجي الملوحه هي هذيك في هذه الوصفه. ايه اذا كترشيو شويه الملح. ايه شويه الملح عليهم كاملين. وكيبقى لكم الاختيار، كاين اللي كيرشهم بالسحتر او ترشهم شويه ديال السودانيه من فوق، شويه ديال الزنجبان الا بغيتي، الزنجبان او السانوج، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. ساهلين وكيوجدوا دغيا. ممكن يعني تتغطي عليهم شويه ديال الفرماج الا كان ممكن. ممكن هما يجيو روعه، هما كيجيو مزيونين. هادو مهمين يعني في عاشوره، وشكون اللي ما صايبتش القريشلات في صغرها، هادوك الحبيبات الصغيورين كلنا صايبناهم وكلنا ديناهم الفران وكلنا عاوننا الميمات ديالنا بالجراره، وكلنا يعني لعبنا فيهم بعدا في الاول وتعلمنا فيهم، ولكن سبحان الله كانت لذه اخرى. صبيعات مملحات فيها 150 غرام زبده لاله امل، فيها بيضة واحدة، نص معلقة صغيرة ديال الملحة، نص معلقة صغيرة زعتر، نص معلقة صغيرة تحميرة، شوية ديال الإبزار، كاسة العنبة زيت ياك لالا، وثلاثة الكيسان ونص كبار ديال الطحين وياغورت طبيعي. إذا قلتي نخلطو الزبدة وتكون بحرارة الغرفة، هي والبيضة والياغورت الملح الإبزار الزعتر التحميرة والزيت والطحين، حتى تكون عندنا عجينة نطلقوها ما تكون رقيقة ما تكون غليظة، وبالجرارة غنشكلو هادوك الصبيعات ونعملو واحد الورق ديال الطهي في اللاطة ديال الفرن، نستفوهم وندخلوهم الفرن. شحال كتعطيهم ديال درجة الحرارة وديال الوقت على لالا؟ درجة الحرارة متوسطة، يعني نقدرو نعملو 200 بحال هكدا أو 180 على حسب كل فران. وتقريبا عينك ميزانك انتي والتوقيت ياك؟ 50 توقيت. 30 دقيقة ما كياخذوش. نعم 30 دقيقة. لا لا بزاف ما كياخذوش هما وقت بزاف، حيت كيكونوا رقاقين فدغيا كياخذوا الطياب. نعم غتكون شي 15 دقيقة تقريبا بحال هيدا. تقريبا هكاك. اذا ملي كيخرجوا ياك لالا نرشوهم بشوية الملح زنجلان. لا هادشي قبل ما تدخلهم الفران. قبل ما ندخلهم الفران نرشوهم. قبل ما ندخلهم كتدهنهم ببيضه تكون مخفوقه، وعاد كترش لهم اللي بغيتي على حسب الذوق ديالك. واخا
يدهنوا بالبيض ونرشوا عليهم شويه الملح، جنجلان الا بغينا او زعتر او سانوج، ويدخلوا الفران على درجه حراره 180. ما كياخذوش الوقت بزاف، اكدت امل ان 15 دقيقه راها كافيه باش تحصلوا على صبيعات مملحات. شكرا لك امل قنطري. لا عفوا، شكرا، مشكوره على هاد الاطباق اللي نوعتينا فيها وليها، مشكوره جدا. كنتمنوا لك التوفيق في عملك، كنتمنوا لك التوفيق في مهمتك، ربات بيت حادقه تبارك الله، الله يسر والله يوفق. شكرا لك.